أراد الفريق اللبناني الحفاظ على صدارة مجموعة يتصدر. بقى اليوم النقاط كثير مهمة أكيد. لأنه ممكن كثير حتى بيروت إذا خسر مباراته اليوم يصير بالمركز الثالث بالمجموعات، ولو هالشيء بخليه يواجه فرق قوية بالمجموعة الثانية بالربع النهائي قبل ما ننتقل للنص النهائي. بقى اليوم نحن عم نخطو من الدور الأول رسميا، حسابات مش كثير معقدة، بعنا إياها على الورق مثل ما ذكرنا، يعني بيروت إذا خسر أقل من أربع نقاط بيقدر يضل متصدر، إذا خسر فوق ال 17 نقطة بصير بالمركز الثالث بيتصدر الفريق العربي، لا إذا خسر كمان فريق 10 نقاط بصير هو بالمركز الثالث، يعني لازم ينتبه على الجاب إذا لا سمح الله خسر اليوم، على كل حال فريق بيروت ما لازم يفكر أبدا بالخسارة، أكيد بده يفكر إنه يربح مباراة اليوم على فريق العربي قطر ليبقى بالمركز الأول بالمجموعة الأولى، لأنه اليوم نحن عم نختم رسميا دور المجموعات أو الدور الأول، لأنه من أصل 10 فرق عندنا في بطولة الأندية العربية، خمسة بكل مجموعة، 8 فرق عم يوصلوا للدور الربع النهائي اللي رح ينطلق دغري بكره. عندنا بس نهار واحد بريك رح يكون والأربعة الأربعة، من بعدها بنرجع لنص النهائي نهار الخميس والفاينل الفينال. مركز ثالث رابع والفينال رح يكون كمان منقولين على ام تي في وعلى وان. رح ننتقل لك بعد شوي لبعض المقابلات ونرجع أكيد لأجواء المباراة. هاي كرم. هاي كرم، خبرنا عن دورك بفريق بيروت السنة، خاصة أنه أنت لعيب ديفنسيف مايندد وأكيد رح يستعين فيك كوتش باتريك كرمال المهمات الدفاعية تحديدا على الأجانب. مزبوط، بتعرفي كوتش باتريك أكثر واحد بحب الديفنس بركي بين كوتشي بلبنان، وكل سيستمه هو ديفنس، فكتير مرتاح معه بالرول تبعي وعارف شو هو الرول تبعي، فكل جيم عم بيكون عندي بيج رول لأنه كل فرق معهم كمان أجانب بدنا نوقفهم، فعم يكون المين رول تبعي هو الديفنس. وجيم اليوم كمان كثير مهم كرم، لانه رح تلعب النقاط دوره، كيف متحضرين لليوم؟ هلا نحن مبدئيا كلاعبين مانا فايتين بحسابات، فايتين نربح كل جيم بجيمهم، نحن ربحانين ثلاث جيمات ما نربح الرابع اليوم، الحسابات وهالاشياء اكيد شغله كوتشي والستاف طبعا، نحن فايتين نربح الجيم اليوم، صار نتصدر. بتمنى لكم كل التوفيق. ميرسي. يعني فعلا جايال كثير مهم يلي قاله كرم من شوي، رح ننتقل كمان لمقابله جديده معك مع صانع العاب الفريق العربي اللاعب كودا. فودا هاي، خبرنا كيف تحضيراتكم لجيم اليوم، وهل عم بتفكروا بالصداره او عم بتفكروا بس هلا بالربح تتفوتوا بمعنويات عاليه على الكوارتر فاينل؟ اكيد خلينا نتفق ان الجيم ده كثير مهم للفرقتين، بيحدد مراكز المجموعه الاولى، يمكن الفريق اللي هيكون يعني عنده حظ وياخد المركز الاول في المجموعه هيسهل طريقه كتير للسيمي فاينل والفاينل، فاحنا اكيد ده هدفنا النهارده والفوكس بتاعنا كتير كبير، واحنا مقدرين في هوم كورت ادفانتج تبع فريق بيروت، انما ان شاء الله نكون قد المسؤوليه نقدر نقدم جيم كبير ان شاء الله. جود لك. ثانك يو ثانك يو. نرجع لعندك جار. ثانك يو جايال. يعني فودا مصري او قطري؟ ما بعرف. بيحكي اللغه المصريه بامتياز فودا، ما يبدو لاعب قطري ابدا. على كل حال المباراه رح تنطلق بعد وقت قليل، كثير مهمه المباراه بالمجموعه الاولى، مذكر وضعها لهلا بيروت بالمركز الاول، ثلاث انتصارات من دون اي خساره، وان شاء الله بيضلوا من دون اي خساره بالبطوله كلها مش بس بدور المجموعات. الاتحاد الاسكندري مركز ثاني مع ثلاث انتصارات وخساره، العربي معه انتصارين وخساره لهلا بانتظار مباراته الرابعه اللي راح تصير اليوم، النصر السعودي اكد مركز الرابع اخر المتاهلين على المجموعه الاولى الى الدور الربع النهائي، واهلي سيداب من سلطنه عمان اللي كان عم يخسر مع الاتحاد شوي خلص صار خارج البطوله 0-4، ما قدر يفوز ولا مره، بس فرجينا كمان باسكتبول حلو لكره السله العمريه. عم نشوف الفيرست فايف بالفريقين، ميغال مارتينيز كروفورد رقم 3، كرم مشرف، علي حيدر، وهانت رقم 22، لوغومبو تونغي عم نشوفه، عمار سيك، انكروم ديلن رقم 6، كمان خالد عبدي، ومصطفى رقم 7. فيرست فايف يعني اعتياديه عم نشوفها تقريبا خلال هالبطوله للفريقين نادي بيروت اللبناني ونادي العربي القطري بهالمباراه المهمه جدا رح نتابعها لايف على وان. إذا كنا عم نحكي عن وضع المجموعات، بيروت متصدر المجموعة الأولى أمام الاتحاد الإسكندري، العربي النصر وأهل سيداب، بالمجموعة الثانية سلا المغربي بالمركز الأول، هومنتمن مركز ثاني، سبورتينج المصري مركز ثالث، الفتح السعودي رابع، وشباب كلانديا الفلسطيني بالمركز الخامس، كمان كلانديا صار خارج البطولة، يعني نعرف هوية الفرق الثمانية المتأهلة إلى الدور الربع النهائي، بيبقى بس مراكز الفرق خاصة بالمجموعة الأولى، رح نتابع اليوم مين رح يكون بالمركز الأول الثاني والثالث،
هذه هي العمليه بس الوحيده الناقصه بعد تقريبا تيركب البازل للدور الربع النهائي من بطوله الانديه العربيه ال 31 بالباسكتبول اللي عم نتابعها لايف وحصريا على 1 وام تي في وكمان من مجمع شياح الرياضي الثقافي ملعب نادي بيروت المعتمد ببطولة لبنان. نادي بيروت مستضيف هالبطولة، نتمنى يبقى اللقب اللبناني اللقب العربي بعد ما فاز فيه نادي هومنتمن بالسنة الماضية، إن شاء الله السنة كمان بضل اللقب اللبناني إن كان لهومنتمن أو لبيروت ما بتفرق، المهم بضل الكأس بلبنان. آخر تعليمات من المدربين قبل انطلاق المباراة، العربي القطري صدقوني رح يكون له شأن كبير بالربع النهائي، ما تستخدموا ابدا بها الفريق. صحيح المدرب كان عم بيقول انه وصلوا من دون تحضيرات كبيره الى الدور الى هالبطوله، بس المستوى اللي شفناه هلا للفريق العربي بياكد انه الفريق ممكن كثير يروح لبعيد ببطوله الانديه العربيه ويشكل خطر على احد الفرق الثلاثه خاصه يعني اللي رح تكون ممكن تواجهه بالدور الربع النهائي الا اذا بحال صدر العربي. سالا هومنتمن وسبورتينج رح يشكل كثير خطر عليهم بالدور الربع النهائي النادي القطري. الامور صارت جاهزه لبدايه الجيم. لازم ينتبه فريق بيروت اليوم من خاصه هجوميا من خالد عبدي ومن اللاعب ديلان انكروم، ديلان اللي كان صار معه مشكله امبارح مع مدربه، هيك كلام غير ودي شفناه بين الطرفين، اخرج المدرب مباشره بالربع الثالث باوائل الربع الثالث، ما عاد ادخلوا المباراه نهائيا. بس اليوم يبدو انه الامور تحلحلت بين الطرفين، بين الكوتش وبين لاعبه الامريكي اللي يعتبر اكيد لاعب مهم جدا بالفريق. تبادل هدايا تذكاريه وروح رياضيه كبيره عم تشوفها بين لاعبي الفريقين، الفريق العربي القطري طانجي الرقم 8 اللاعب المجنس اللي عم يلعب ايضا مع منتخب قطر مش بس مع نادي العربي، لاعب ممتاز شوفوا اليوم اكيد بالفيرست فايف للفريق القطري. كمان لازم ننتبه منه كثير فريق بيروت، على كل حال المدرب باتريك سابا محضر اكيد المباراه بالشكل المطلوب خاصه دفاعيا مثل ما كان عم بيقول كرم مشرف، كوتش باتريك بيركز كثير على الديفنس يعني بيعرف كثير منيح مفاتيح لعب فريق العربي، وكنا شفنا كوتش باتريك عم بيتابع كل مباريات البطوله تقريبا، عم بيعمل سكاوتينج يراقب يحط نوتس عنده ليشوف مين الكي بلايرز بكل فريق ممكن يواجهه خلال البطولة. علي حيدر على الجامب بول الأولى، رشيد وطن اللبناني بداية مع فريق بيروت اليوم بهالمباراة المهمة ختام الدور الأول رسميا أو دور المجموعات من بطولة الأندية العربية. أول كرة لبنانية مع ميغيل مارتينيز صانع ألعاب الفريق، حيدر تحت السلة لهانت، نايس موف من هانت بيسجل بإيده اليمين حلوة كثير وأول نقطتين بالمباراة. نرجع بنشوف الإعادة برم وبهوك شوت ايده اليمين بسجل اللاعب الامريكي كايل هانت رقم 22 لاعب مهم جدا مع فريق بيروت. ديلان بيرجع برد عن ثلاث نقاط خطير انليركو خطير كثير. ديلان اللاعب الامريكي 22 سنه متر و 92 سنتيمتر لاعب طويل بيلعب بوزيشن 2 ممتاز ديلان. كريس كروفورد الحيدر كادت تنقطع من حيدر بضل مع اللاعب اللبناني مقطوعه فودا سريع كثير فريق قطر لازم ننتبه بالترانزيشن ديفنس. فودا كمان لتونجي عن ثلاث نقاط تونجي بينجح 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 اللاعب رقم 8 خطرين بالتسديد بعد في خالد عبدي كمان انتبهوا له 6-2
رميتين ثلاثيه كانوا كثير سريعين لفريق قطري. هانت بتستلي، نايس موف من هانت، فاول باسكت حلوه كثير، بيحصل على الخطا من عمر سيك لاعب ارتكاز فريق العربي. ممتاز هاللاعب، عنده فوت ورك رائع جدا، لاحظوا كيف بيبرم مرة مع اليمين رجع على الشمال وطلع بايده الشمال بعد ما شفنا سله بايده اليمين، كمان بفرجينا سكيلز بايده الشمال اللاعب الامريكي. وبينجح كمان، بدايه ناريه لهالمباراه 6-5، دقيقه ونص. فودا تونغي تبولا ديلان بيقول على البيز لاين، تونغي في خطا، في خطا من كرم على تونغي. يعني اكيد مهمه كثير اساسيه اليوم عم تكون على كاهل ولكرم مشرف، هي الدفاع على ديلان. ديلان بيستلم بيسدد رغم الرقابه ما بينجح المره، برافو ميغيل على الريباوند. ميغيل بروح على السله، حلوه كثير لهانت، كمان فيك اثنين بيرجع بمرد لبرا. كريس كروفورد عن ثلاث نقاط ما بينجح، هانت على الريباوند، كنترول برافو. لا مش لوقت كثير، خسر الطابه، خسر الطابه، بسيطه بسيطه بسيطه. فودا معه حدا بينطر، عمر بحاول يلعب على البوست على هانت، بينجح بينجح عمر سيك، لاعب ارتكاز مهم جدا عمر، لاحظوا عنده هالبيد رينج شوت كثير مهمه. صرت اعرف كثير صراحه الفريق القطري، مش اول مباراه عم بكون عم علق فيها خلال هالبطوله على الفريق القطري. هون حلوه كثير بين كروفورد وهانت، هانت عم بسجل كمان نقطه اضافيه لإله، و سجل كل نقاط فريقه لهلا. ثمانية سبعة، سبع نقاط لكايل هانت. خطأ، خطأ على اللاعب المخضرم بفريق قطري خالد عبدي، والفاول على مين؟ عم يكون على اللاعب رقم واحد ميغيل مارتينيز. بالزيتين لخالد، كمان هداف خطير جدا خالد عبدي، كان عنده 30 نقطة بأول جيم، ثاني جيم 18، وبالثالثة امبارحة كمان كان عنده حوالي 30 نقطة، عنده 28 أو 30 نقطة امبارحة، يعني معدل تهديفي عالي جدا لخالد عبدي. كمان بسجل ثانية اللاعب القطري اللي عمره 36 سنة بس بعده بنيفو كثير كثير عالي. علي حيدر، ميغيل بلوك من علي، سرين حلو كثير، بيستفيد ميغيل بيسجل، حلو كثير ميغيل مارتينيز ميد رينج شوت 9-10. توقعوا مباراة قوية كثير بين الطرفين. تونغي عم يطول سكرين كمان من عمر، تونغي لعمر بيلعب على البوست، تونغي دبل تيم، حلو كثير ديفنس لهلا، ما راح ينجح اكيد اللاعب القطري. حلو كثير انطلاقة من كريس ميغيل، هدي شوي لعب شوي كريس، بيدخل على السله لهانت، شو هالتمريره الحلوه بالعالي من فوق، لاعبي ارتكاز فريق العربي بيسجل هون هانت، وبيعطي التقدم لاول مره بالجيم لفريق بيروت من بعد اول سله شفناها، يعني 11-10. كمان تورن اوفر جديد بعد التمريره الخاطئه من خالد لديلن، اربع دقائق على انطلاق الجيم السريعه كثير لهلا. ميغيل بيطلب السيستم، كرم علي، هانت وكريس لحاله مرتاح عن ثلاث نقاط، كريس بيسجل، كريس كروفورد 14-10 في تايم اوت اكيد هون لفريق العربي بعد هالعوده القويه كثير لنادي بيروت.
out for them. So they are playing without pressure. But let's put the pressure on them now. Now, after that, this timeout. Two, three seconds now. Let them make a couple of shots. Let's go be her side. Yeah, yeah, bro. Yeah. Come on. Sometimes you have to win. It's the Americans. It's not about that. They can feel the pass, par exemple. Le reste en haut. Ils sont en bas. Let's go. One more. Defense two. Okay. Defense two. نرجع للجيم. عودة قوية كتير لفريق بيروت اللي بيقلب تأخره إلى تقدم بفارق أربع نقاط. لعب ممتاز لهلا هجوميا للفريق اللبناني، خاصة الثنائي الأجنبي ماركوس كروفورد وكايل هانت عم يكونوا متفاهمين كتير مع بعض أرض الملعب. خالد لاتونجي، فودا، عمر، تبولا خالد، تبولا خالد، دبل تيم على خالد، كمان ديلن. لاحظوا تراب، حلو كتير دفاع من فريق بيروت. طانجي بيسجل، بيسجل لاعب رقم اثنين، عنده ايد ذهبية رغم انه بيلعب على البوزيشن فور. طانجي لوغومبو بس عن جد يمتاز بنسبة تسديد عالية جدا. كريس ميغيل مرتاح عن ثلاث نقاط، بيسجل ميغيل مارتينيز، حلوة كتير، خمس نقاط والفارق بيرجع أربعة. تانكي على البيز لاين، علي حيدر، جود ديفنس، عمر، اللو بوست على هانت، يبرم، تبقى الطابة مع فريق العربي. عمر استلم، فودا يسدد باخر ثانية ما بينجح اللاعب القطري. ريباوند، جود ديفنس من فريق بيروت. كروفورد مقطوعة، دعارة كانت تمريرة لهانت تحت السلة. ديلن على البيز لاين عم يدخل بايده شمال رغم صعوبة بيسدد لكن ما بينجح. وحيدر كمان انطلاعة جديدة لبيروت. انتبهوا يا شباب، انتبهوا يا شباب، تمريرة ما بتوصل، مبينة سهلة كانت. فودا بيطلع لحاله ما بينجح. ريباوند، برافو ماركوس كروفورد. دعانا من كرم، 17-13 بعد النتيجة، 3 دقايق ونص. إذا بيركزوا شوي أكثر شباب بيرجعوا هجوميا. فودا طلع على السلة، فودا كمان عليه ديفنس. عمر على الميد رينج بينجح، عمر سك، ممتاز ممتاز هاللاعب. لاحظوا جامب شوت بكل سهولة بيسجل، عنده ثقة كبيرة في شوطه. 17-15، 3 دقائق على نهاية الكوارتر الأول. كروفورد تسلل حلو كتير لحيدر بإيده الشمال، حلو كتير يا علي، بيفتتح رصيده من النقاط علي حيدر، نقطتين والفارق أربعة. خطأ من كرم، خطأ الثاني، تنتبه يا كرم. دخلت فول ترابل بكير، أكيد رح نشوفه عم بيتبدل اللاعب كرم مشرف او لا. لهلا تركوا المدرب باتريك سيبا عند الملعب، في خطا واضح هون، بوشينج فاول، حلوه كثير، واضحه كانت، برافو من علي حيدر. عمر ارتكب الخطا ليستلم الطابه. تبديل بالفريق القطري، يقول اللاعب رقم خمسة سعيد ونداي بدلا من عمر سيك.
عمر إيلي صار مرتكب خطأين، وهذه شغلة كتير كتير مهمة إذا بيستفيد منها الفريق اللبناني. هون رجعت الطابة تورن أوفر على فريق بيروت، غريبة جدا غريب اللي صار. ترجع بوسيشن لفريق العربي، تسديدة من سعيد ونداي اللي بعده داخل هلا من ثواني على ارض الملعب. مارتينيز هايدر على اللو بوست، لازم ينتبه علي، هذا محافظ على كرته، بيدخل على السله، وصل لهانت بايده اليمين، هانت بس ما بينجح، بيتابع مره ثانيه وثالثه كمان بعدها مع اللاعب الامريكي بيحصل على الخطا. فعلا كايل هانت صفقه ممتازه جدا لا نادي بيروت. عم تشوفوا لاحظوا كم مره كم تب قدر يعمل على السله، واخر شيء حصل على الخطا كايل هانت. كوتش باتريك عم يستفسر اكيد من الحكم شوي عن الصافره الاخيره. هانت ما بينجح، دهانا دهانا سريعة كانت من اللاعب الأمريكي. ديلن 19-15 دقيقتين تقريبا نهاية الكوارتر الأول. بودا تانجي، انتبهوا لتانجي بالتسديد، لاحظوا عم يجبر هانت يطلع لبرا، عم يجبر هانت يلحقه لأنه لاعب بيسدد بنجاح على 3 بوينتس. هذه ميزة كبيرة للاعب الارتكاز أو اللاعب اللي بيلعب على البوزيشن 4. كمان بيحصل على خطأ من هانت، خطأ الأول على اللاعب اللي عم نشوفه أمامنا. تسعتاش 15 بعد النتيجة، تو شوتس ست نقاط لتحضير، تسديدتين على ثلاث نقاط، نقطة السابعة. تسديدة كمان ناجحة لتونجيلو غومبو، 8 نقاط، أفضل أو ثاني أفضل المسجلين بعد كايل هانت اللي معه 9 نقاط لهلا. لاعب نادي بيروت هايدر تحت السلة، بوست حاول يبرم على تونجي، حافظ على كرته، في ووكينج، في ووكينج على هايدر، تن أوفر مش بوقته. 19-17 يعني كمان هلا عم يطلع لبرا كثير تيستلم طابه، ما عم يسلمها تحت السله، بياخذ البوست. توني بارود رح نتابعه اكيد خلال المباراه التاليه للبنان اليوم بمواجهه نادي هومنت، رح يلعب بواجهه شباب كلانديا ضمن منافسات المجموعه الثانيه. تبديل هون مع خروج كرم مشرف اللي عليه خطأين، ودخول رالف عقل اذا رح يستلم هو البوزيشن 1 هلا بدلا من ميغيل مارتينيز او ميغو اللي رح ينتقل البوزيشن 2. خالد لسعيد ونداي تحت السله، في ووكينج، في ووكينج قبل، في ووكينج، برافو حكم، برافو حكم. رجع بنشوف الاعاده، هيدي هي الووكينج، عمل ستيب رجع عمل تو ستيبس، الك حق باثنين. اتفق منيحة جورج، ريباوند دعانا، فودا بايده اليمين بينجح، صانع العاب فريق العربي بيعطي التعادل. وفي تكنيكال فاول على كروفورد، ليه يا كروفورد؟ شو بدك بهالشغلة؟ شو بدك بهالشغلة؟ يعني ديلن عن خط الرميات الحرة ينجح اللاعب الأمريكي، الطابة بترجع لفريقه. الحل
الخطأ الأول على رافض. خالد 50 ثانية يعني هيت الكوارتر الأول، تقدم نقطة للعربي. فودا سريع كثير، فودا سلة لسعيد داي ما بينجح، ريباوند يا شباب بتضل بتصور للفريق اللبناني فعلا. بعد ما في شيء. رالف عقل وميغيل مارتينيز، يعني اللعبة صارت أسرع هلا عند فريق بيروت. لاعبين انتزوا بالسرعة العالية. هانت ميغو كروفورد مرتاح على ثلاث نقاط ما بينجح، ريباوند لتونغي طلع هو بالطابة ما بينجح بالتسجيل، بيتابع خالد ما في فاول ما في فاول ما في فاول على الطابة. خطأ على علي حيدر، نرجع نشوف الإعادة، الريباوند لخالد على الطابة يا حكم على الطابة. كمان مرة عم نشوفها بشكل أوضح هون. أوكي أخذ ريباوند خالد ولاحظوا يعني ما في شيء. أوكي تنعطى أوت للفريق القطري فقط. على كل حال بيسجل هون خالد أول رمي. الهجمة الأخيرة رح تكون للفريق اللبناني آخر 16 ثانية. هل رح ينجح بالتسجيل فريق بيروت؟ هل رح يعادل؟ ممكن كثير بتسديدة ثلاثية. لا 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 يا رالف، لا يا رالف، لا يا رالف، مش بوقتها. كان داعس على الزيح اللاعب رقم 12. تيرن اوفر بعد في اربع ثواني، اعطى هجمة جديدة للفريق القطري. خالد هون ما بيعمل كنترول، بيعمل كنترول، لازم ينتبه الفريق من تسديدة خالد ما بتنجح. لا حسن حظنا ما نجح اللاعب القطري بالتسجيل. 22-19 اول كوارتر، اذا منتهي بتقدم فريق العربي القطري على بيروت اللبناني بهالمباراة المهمة ضمن منافسات المجموعة الأولى لتحديد صدارة هالمجموعة قبل الربع النهائي. À chaque fois, on a pris là-bas. Donc, à chaque fois, on passe à l'intérieur, fait les double teams. On attaque. Qu'est-ce que j'ai dit? No more spacing. It's very bad defense. 22 player here. Special four, same, special four. Look at this. Khaled, Omar. So concentrate sur toi. Special four, Tanguy. C'est le jeu. Saïdi, pas rapidement, Khaled. Laisse-moi cet espace-là. Ne viens pas. Directement, Tanguy, tu prends la balle ici, à ce côté-là. D, stay here. Your man. Yeah. Tanguy attaque. Directement, je mène un terreau qui se loupe sur elle. Il y a 20 fêtes à Tripoli, il y a pas la finale. نرجع لأجواء المباراة مع الكوارتر الثاني. ثلاث نقاط تقدم لصالح فريق العربي القطري على نادي بيروت اللبناني. بقول له كوتش باتريك انه كروفورد كان عم يستفسر فقط منك يا حكم، ما كان بده تكنيكال فاول. على كل حال الامور هادية بالملعب. 22-19 انطلاق ثاني كوارتر. اول كره عم تشوف الفيلد جولز 50%، كثير منيحه نسبه فريق بيروت.
حتى نسبة العربي يعني ما نعافي أبدا، بس 60% بالباسكت بول يعني ممتازة جدا النسبة. ما في مشكلة هجومية عند الفريق اللبناني بأول كوارتر. مارتينيز على ثلاث نقاط ما بينجح هالمرة بعد ما نجح بالمحاولة السابقة. ميغيل فودا سريع سريع سريع، فودا سريع، لازم ننتبه له لفودا عم يتوغل بالدفاع ويسجل، مش لأول مرة هيدي، تاني مرة عم بيسجل بهالطريقة اللاعب القطري رقم سبعة. خمس نقاط كبر الفارق. ميغيل حيدر لهانت، دبل تيم دغري على هانت بس يستلم. لاحظوا تمريرات سريعة حلوة كتير حلوة كتير حلوة كتير، اللعبة التمرير السريع السلاح رائع جدا. إذا بنشوف كيف قلبت الطابة من لاعب للتاني، يعني أقل من ثانية كانت عم تطلع الطابة من إيد كل لاعب. خالد لطانجي يعني ثلاث نقاط بينجح كمان للمرة الثالثة، رهيب. لاحظوا تمريرة اثنين، لاحظوا ثلاثة أربعة خمسة، وسدد سجل رالف عقل. برافو رالف، بس برد عليها كان طانجي ورجع الفارق خمس نقاط لصالح الفريق القطري. نتشكر جورج خليل أكيد على الإعداد الرائعة كل هالمباراة. ريباوند كمان للفريق القطري يا شباب. في سلي للفريق القطري عبر ديلان والفارق صار ثاني نقاط. أكيد بدأ تايم أوت. Double team. D, you are here to play. You go for him and close. I'm sorry, pass. Sorry, in defense. You can play. Close. We make trap. Okay, you go drive here. Go this quickly. Guy is ready for him. Go quickly. Okay. Make the head and one stop more the double lane. Team. The pass lane. Let's go. One more. Go. 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 عودة اللاعبين على ارض الملعب. الفارق صار 8 نقاط لاول مره عم نشوف هذا الفارق بالمباراه. تقدم الفريق القطري 8 اسيست لبيروت 6 للفريق القطري. مارتينيز علي حيدر توغل اللاعب اللبناني، مقطوعه مقطوعه ستيل من ديلن. ما في مزح مع فريق العربي. ستيل حلو كتير من ميغيل، ما في خطأ. برافو، انطلاقة سريعة، امتداد دفاعي مهم كمان للعربي. حلوة تحت السلة كتير، خطأ. برافو، خطأ من طانجي على علي حيدر. هون يقوطوا لعلي حيدر، يطلع طالع يسجل بكل سهولة على اللاعب اللبناني. تعرض للخطأ وتسديدتين. بينجح بالاول يا علي. والثاني ايضا برافو. بس الفارق لست نقاط وعوده كرم مشرف بدلا من علي حيدر. كرم راح يوقف بالديفنس على البوزيشن نمبر 4. اذا بينتبه اكيد فرق طول بشرى صالحه بدفاعه على خالد عبدي. خالد بياخذ تسديده اير بول. جود ديفنس، جود ديفنس من كرم.
بالعقل. من دخول روني فهد حاليا استفيد منه المدرب باتريك سيبا بتسديداته عن ثلاث نقاط، لكن ستيل وتون اوفر جديد على فريق بيروت. بونجي لا خالد بالسله دغري بدب عليه هانت، بعرف في مس ماتش بين كرم وخالد. سعيد الداي خالد استلم، في مس ماتش، في مس ماتش واضحه، في فرق طول لصالح خالد، عم يستفيد منها اللاعب القطري، لازم انتبه هون الفريق اللبناني من هالموضوع هيدا. روني فهد تعال، خطا واضح من داي على كرم مشرف، سلامات لكرم وقعه قويه. رجع بنشوف هون، بدا مينيموم تكنيكال فاول، مينيموم تكنيكال فاول يا حكم، يعني صارت يو اف سي، بطلت باسكت بول. هانت فهد لكرم، كروفورد فيد اواي شوت من كروفورد، بينجح ديانا، حاول يتابع بتب كرم، فرق 8، انتبهوا يا شباب. خالد رجع لبرا لفودا، فودا بياخذ هو التسديده بينجح، مرات القليله فودا بيسجل عن ثلاث نقاط، ما تعودنا عليه بيسدد وبيسجل بنجاح عن ثلاث نقاط فودا، بس بهالجيم فاتحه معه، صار مسجل 7 نقاط لهلا اللاعب القطري الرقم 7. 11 نقطة صار الفارق. روني مقطوعة من ديلان، لمست ايده لكروفورد، تيرن اوفر كمان على نادي بيروت، عودة سريعة من علي حيدر على ارض الملعب، يعني عم نضيع كرات كثير سهلة. المشكلة بالتيرن اوفرز مش بنسبة التسجيل، نسبة التسجيل منيحة لفريق بيروت، بس في عدد من التيرن اوفرز كبير عم بيكون للفريق اللبناني. كمان دفاع في بعض الفراغات، عم نشوف هون خالد عم يستلم، ديلن وانا سلم ميد رينج شوت ما بينجح هالمره اللاعب الامريكي. لابد كمان انه نحكي عن النسبه العاليه لفريق قطر اليوم اللي موفق كثير، ان كان فودا ان كان تانغي، موفقين هجوميا اليوم نادي العربي. ريباوندز كمان لصالح الفريق اللبناني 13-7 لهلا. روني تسديدة كرافورد صعبة كثير وبيسجل اللاعب الامريكي، كثير مهمة هالثلاثية، 5 دقائق على نهاية تاني كوارتر، الفارق رجع 8 نقاط. برافو يا كروفورد، تانغي مستلم، تبعوا على تسديدته لتانغي، جود ديفنس من حيدر، ريباوند برافو كروفورد، مستلم هو لاعب رقم 3 اللي معه هلا 6 نقاط بالجيم، فاول ما في باسكت، خطا وضع على علي حيدر، خطا من تانغي، خطا الثاني على اللاعب رقم 8 الاول بس على تانغي، معهم خطأين هن اللاعب رقم 5 واللاعب رقم 14 الفريق القطري اللي هن سعيد ونداي وعمر سيك. كريس حيدر روني بيسدد بيسجل، روني فهد دائما بس يعوزوا فريقه بيكون حاضر، كمان حماس كبير من تشارلز ثابت على البنش لروني، 5 نقاط نزل الفارق، برافو يا شباب، خليكم بهالديفنس القوية اللي عم تشوفها، وكله بيرجع بالشكل الصحيح، كمان هونيك بريتريشن عم ينجح فيها فودا،
ديفنس ممتازه حاليا لفريق بيروت. رالف عقل بعد اسيست للفهد، شاف زميله فاضي دغري مرر له. حلوه كثير، حلوه كثير تايم اوت هون للفريق العربي. كمباك رائعه جدا لنادي بيروت. Thank you and Saïd. Directement, à toi de partir faire le grand. À toi, reste là. Tu vas prendre ton mètre en vitesse là. D'accord? D, passe. Allez, qu'on fait un nom. Omar, tu reviens directement. Refais le grand. نرجع لأجواء الجيم. نقطتين بعد ما وصل الفارق ل 11 نقطة لفريق العربي. كامباك رائعة لنادي بيروت. لاحظوا نسبة 3 بوينتس 6 من 10 كمان عادي عند فريق بيروت يعني، بس كمان 60% حلوة كثير، نسبة خيالية. 6 من 10 لنادي العربي. على كل حال برجع بقول ما في اي مشكله هجوميه عند الفريق اللبناني، بس تركيز اكثر بالدفاع وانتبه للتورن اوفرز. دايلن جامب شوت ميد رينج، حلو كثير، حلو كثير، تسديده كثير عاليه. وبعدها نسبه تسجيل عاليه على كل حال عند الفريق العربي، تسديده صعبه كانت لدايلن بيسجلها. اربع نقاط رجع الفارق. كروفورد دبل تيم مع كروفورد، بمر لرالف، طلع على السله رالف لبرا لعلي عند ثلاث نقاط. بيسجل علي حيدر، بيسجل علي حيدر 2 بوينتس بيقول الحكم. تاس على الزيح بسيطة، نقطتين الفارق، 3 دقايق على نهاية ثاني كوارتر. حاولة ستيل من كرم، فاول، فاول من كرم، ثالث خطأ على كرم. شو بدك فيه؟ شو بدك فيه يا كرم؟ عم تشوف هون اختراق العقل وتمريرته. كان داعس عزيح واضح هون. علي حيدر اللي بيسجل اللاعب اللبناني 6 نقاط برصيده صار. كان عم بيرجع على البنش اكيد، 3 اخطاء عليه دخل سيريسلي بفاول ترابل هالمره. خالد عبدي دبل تيم دايلن على 3 نقاط، ما بينجح هالمره. يعني اذا هيك كان سجلها دايلن كنا قلنا خلص، يعني اليوم نسبة مخيفة فريق العربي. تسديدة كثير صعبة والجامب شوت وبعيد مع ديفنس وكاد يحطها اللاعب الامريكي. روني فهد بيعمل فيك عن 3 بوينتس، بياخذ الميد رينج شوت وبينجح. روني شو هالايد عليك يا روني، اسم الله عليك يا روني. بيعادل النتيجة 37 كل. دبل تيم على تونجي، برافو، جود ديفنس. كمان عمر على الميد رينج ما بينجح المرة. انتبهوا يا شباب من الاوفنسيف ريباوند، في كمان خطا، مش بس ريباوند في خطا. مين الخطا؟ اللاعب رقم 7 روني فهد. تبديل بالفريق القطري، عودة سعيد ونداي رقم 5. رجع نشوف شو اللي صار بالطابة الأخيرة. هون عمر ياخذ شوط كان، ما في فاول كاميروني على خالد. ما في باسكت، ما في باسكت. ترجع الطابة لفريق بيروت. برافو، جود ديفنس يا شباب. دخول جون عاصي كمان رقم 5 بنادي بيروت. عم نشوف هون كمان شو اللي صار. ترافلينج واضحة، ترافلينج طلع ونزل بدون ما تطلع الطابة من ايده اللاعب سعيد ونداي. محاولة ستيل
تفضل طابة لبنانية. دقيقتين وخمس ثواني على نهاية التاني كوارتر. رالف أو خطرة كثير يا شباب، ما كان بدها زبطنا فيها. يلا اكل حالك. كروفورد عن ثلاث نقاط ما بينجح. ريباوند لعمر. تمريرة صعبة كثير. هذا على التعادل. نرجع نشوف الكرة الأخيرة وخطأ. خطأ من كروفورد. حاولت ستيل على ديلان. بس بعد ما في فاول ترابل عند كروفورد. خطأه الأول. عمر عمر بيطلع يساند زميله. تسديد عن ثلاث نقاط لخالد. من الديفنس يعني ما معقول خالد عبدي. رغم الديفنس عليه من هانت عم بيسجل اللاعب القطري بيرجع بعيد. التقدم ثلاث نقاط. رح نرجع نفوت بالحسابات بس مش هلا. بيتين اصلا من الجيم. خبركم شو بصير اذا خسر بيروت بفارق خمسه او فارق 10 او فارق 17. هلا خلونا مركزين بعد بكير نفوت بهالعمليه الحسابيه. تحت السله ديلان بيسجل بكل سهوله. حلو كثير الاسيست. في تايم اوت هالمره للكوتش باتريك سيبا. رجع الفريق خمس نقاط للفريق القطري. دقيقه وثلاث ثواني على نهايه اول هاف من المباراه. الفريق اللبناني بيرجع على الملعب بانتظار فريق العربي. عم يستفيد المدرب يعني الاخر من التايم اوت. عارف قد ايه مهمه هالمباراه لفريق العربي اللي مذكر عنده فرصه يتصدر المجموعه اليوم. الفرصه الوحيده انه يتصدر فريق العربي هو انه يفوز بفارق 17 نقطه او اكثر على فريق بيروت. بوقت بيروت اذا خسر باقل من خمسه بضل بالمركز الاول. علي حيدر. نرجع نحكي اكثر عن حسابات قدم القسمتين بالجيم. عاصي لهانت طلع على السله. حلو كثير من هانت بايده اليمين. سريع عنده درايف ممتازه. اللاعب الامريكي يتحرك بشكل سريع جدا. فيري بيرجع ثلاثه. يلا شباب 40 ثانيه. لازم انتبهوا على الديفنس. برافو. ديفنس عالية من روني على خالد. عم بيسدد رغم هالشيء. خالد عبدي مش مقبول. خالد عبدي مش مقبول. مش مقبول. شو هالايد اللي عليه خالد. خالد صار معه 12 نقطة بالجيم. الفارق بيرجع 6 نقاط. ما عم يلقاله حل خالد عبدي. كمان في مس ماتش عليه بالديفنس يعني بده لاعب بطوله يدافع عليه. كرم لو بعده كان على الملعب كان هو اخذ المهمة هيدي. على كل حال تحت السلة لا هانت. حلوة كثير. في بلوك شوت عمر سيد. بلوك شوت واخر تسديدة بأول أو بثاني كوارتر. 45 39 ست نقاط الفارق. بعد ما في شيء بالجيم هينين كثير يتعوضوا بالكوارتر الثالث. نحن متوقف لبريك وبنرجع لمتابعة هالمباراة القوية جدا بين نادي بيروت اللبناني ونادي العربي القطري.
عود معكم مشاهدينا وان لمتابعة المباراة المهمة جدا ضمن البطولة الأندية العربية ال 31 بالباسكتبول. المجموعة الأولى اللي عم بتحدد مصيرها اليوم من حيث الصدارة، طبعا الفرق الأربعة اللي تأهلت للدور ربع النهائي صارت معروفة: بيروت، الاتحاد السكندري العربي، القطري والنصر السعودي. بوقت ترتيب المجموعة بعد ما انعرف هالمباراة كثير مهمة بين العربي القطري ونادي بيروت اللبناني. أول هاف انتهى بفرق 6 نقاط لصالح العربي مع نسبة تسجيل عالية جدا كانت لصالح الفريق الضيف، 45-39 وثلاث لاعبين بالدبل فيجرز لهلا باول هاف بس بالمباراة. عم نحكي عن خالد عبدي ب 12 نقطة، عم نحكي بتونغي ب 11 نقطة، وايضا 11 نقطة لديلان انكروم اللاعب الامريكي رقم 6، 7 نقاط ايضا لفودا صانع العاب الفريق القطري. بوقت ابرز لاعبي نادي بيروت نقاطا كايل هانت 11 نقطة، علي حيدر 6 نقاط، كروفورد 6 نقاط، ميغيل مارتينيز 5 نقاط ايضا، روني فهد ب5 نقاط، و6 نقاط لرالف عقل مع تسديدتين عند الرميات الثلاثيه 2 من 3 لهلا. مباراه حلوه كثير عم نتبعها وعم تشوف الستاتس. لاحظوا الاحصاءات، فيلد جولز كمان يعني قد بعض الفريقين 50-50 بالثري بوينتس، لاحظوا 57.1%، 8 من 14 نسبه خياليه للفريق القطري، 46% عند الفريق اللبناني. الفري ثروز كمان مهمه جدا عند الفريقين، ريباوندز تفوق لبناني، تيرن اوفرز لاحظوا 11-6. هيدي هي كمان مشكله فريق بيروت كانت باول هاف من الجيم. نرجع للمباراه، 45-39 ميغيل مارتينيز سكرين من هانت، ميد رينج شوت ميجو ما بينجح، قصيره ايفان برافو كرم اللي معه كان دخل بالفاول ترابل كان بالجيم، وحلوه كثير لكريس كروفورد، ثلاثيه بيقلص فيها الفارق لثلاث نقاط، بيقلص فيها الفارق كريس بونجي لخالد. خالد ضاطر السكرين من عمر، برافو دبل تيم، حلو كثير ديفنس احسن بكثير عم نشوفها. تانجي عن 3 نقاط ما بينجح، ريباوند ريباوند يا شباب دعان اوفنسيف ريباوند كمان، وتسديده ديلن على حسن حظنا ما بتدخل هالمرات، تبريره حلوه لكرم، حلو كثير اكيد باسكت بول تاندينج. برافو برافو للفريق اللبناني، جايال مبسوطه كثير اكيد. وطوني بارود رح تكون معه اكيد على الموعد من المباراه الثانيه، مباراه مومنتمن. توني اللي عم بيدخل عن جد الحماس يرجع لكل بيت بتعليقه العفوي والصادق والوطني كده البطوله. تمريره كمان فاست بريك و تاني جديد لكرم مشرف، التقدم لبناني بدايه صاروخيه لفريق بيروت بالكوارتر الثالث. برافو عمل صحيح 100% كان على الهاف تايم لكوتش باتريك، صحح كل الاخطاء يبدو لهلا خالد، بس خالد ما له حل، ما كان التهديف خالد عبدي. 14 نقطة للاعب القطري، افضل مسجل بالمباراة. حيدر هانت ينطر زميله كروفورد، حلو كثير كرم ميجو، اضطر يسدد ميغيل بعد في ثانية وحدة، ريباوند للفريق القطري، بيسيطر عليها الكرة عمر سيك، تونغي تونغي بيدخل على السلة، برافو ما بينجح، تب كانت من علي عن الرينج. كروفورد هون تمريرة كروفورد لهانت، شو حلوة هالاليوب من كروفورد لهانت، نرجع بنشوفها. لاحظوا من وين، من بعد نص الملعب يعني من ميلة فريق العربي. واو حلوة كثير السلة الاستعراضية، تقدم لبناني نقطة واحدة. عمر لسعيد ضايف، في خلص الوقت خلص الوقت، شوت كلاك، جود ديفنس باتريك سابا اشتغل يبدو بالشكل المطلوب على الهاف تايم، دفاعيا قدر يزعج كثير مفاتيح لاعب نادي العربي. لاحظوا قد ايه فرقت الامور من تاخر 6 نقاط لتقدم بنقطه للفريق اللبناني. برافو يا شباب، الفوز اكيد بياكد لنادي بيروت صداره المجموعه الاولى.
خليه يلعب مع نادي الفتح السعودي بدور ربع النهائي. كثير مهم المباراة. حيدر هانت استلم على لوبوس دبل تيم لازم يرجع يكب لحيدر كمان. كروفورد على ثلاث نقاط مرتاح 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 اللاعب الامريكي مرتاح كريس كروفورد. اربع نقاط بيرجع الفارق للبنان. بيج جيم لكريس 12 نقطة له لهلا. طنجي عم ينجح برافو. طبيعة خف نسبة التسجيل نسبة تقريبا 60% عن 3 بوينتس بأول هاف الفريق القطري. كريس على حيدر على ثلاث نقاط هالمرة ريباوند برافو لكرم لعانة لعانة فلتت من ايده لكرم مشرف هودا عنده بي سريع اللاعب القطري ديلان طنجي مرتاح يدخل على السلة بإيده الشمال ما بينجح تبهوا لسكند شوت تبهوا لسكند تشانس في سكند تشانس وفي فاول بيشجع لاعبيه اكيد باتريك سيبا عارف المجهود الكبير اللي عم بيقوموا فيه حاليا بهالكوارتر الثالث. تايم اوت نتيجه رائعه للفريق اللبناني لهلا بهالربع الثالث. رجال الجيم كايل هانت طابي من برا للفريق القطري ديلن تقول كمان للاعب جديد بفريق العربي اللاعب 25 خالد عبد الباسط فودا خالد ادرين شوت لخالد واو لاعب كبير جدا لاعب مخضرم لاعب هداف خالد عبدي 16 نقطة فارق تقلص نقطتين جديد دائما على الموعد خالد رجع فريقه للاجواء الجيم وهون في خطأ تحت السلة واضح على هانت من عبد الباسط زودي عالي كيف استلم الطابة هانت طلع كل ثقة ليسجل طابة من الخارج لفريق بيروت ميغيل حيدر اوه انتبهوا من الستيل يا شباب كريس فقد السيطرة على هانت تون اوفر جديد على فريق بيروت مباراة مهمة جدا بهالمجموعة الأولى خالد عبدي ديلان قديه بيعلب الجو ديلان قديه بيعلب الجو ما بينجح هالمرة لحسن حظنا كريس كروفورد بيلعب هو على البوزيشن 1 ميغيل على 2 حيدر يدخل على السلة انتبهوا من ستيل يا شباب تون اوفر جديدة كمان نشوف وقتها فودا في ووكينج حكم وقف عمل الفيك وعدل الارقام نقطة التاسعة لفودا عم بيلعب مباراة كبيرة اليوم هجوميا صانع العاب فريق العربي تعادل حيدر تبع دريبل لحيدر دوبا ليك دغري كريس
جامب شوت عن 3 بوينتس ينجح كريس كروفورد. واو التقدم بيرجع لفريق بيروت 15 نقطة لكريس. سكرين من عمر لفودا خالد عن 3 نقاط ما بينجح. ريباوند للحيدر ميغيل كريس مجديد كرم دبل تيم على علي دغري بفضي زميله بيشوف كريس مرتاح اكثر. هيز هات كريس كرافورد از هات 18 نقطة. لاحظوا تمريرة حيدر واو حلوة كثير تسديدتك يا كريس كرافورد ثاني ثلاثية على الطاولة لإله والفارق 6 نقاط بعد ما كان تعادل. عمر سيك بكون على السلة بإيده اليمين ما بينجح. برافو شباب كمان ريباوند لكريس وبينطلق سريعا. حاسس بالشوطة حاسس بالشوطة كريس مضيعة دفاعية كانت من ديلن بعد الطابة اللبنانية. كريس مرة جديدة لحيدر بلوك شوت حلو كثير بوجه عمر لخالد ما في مشكل ابدا بتصور هون لخالد بسجل في مشكل في مشكل بالديفنس الممتازة لكرم مشرف. وحش يا كرم وحش يا كرم جود ديفنس من اللاعب اللبناني بيمنع خالد احد ابرز الهدافين بالبطولة انه يسجل هالسلة السهلة نوعا ما. بتلقى التهنئة من مدربه باتريك سيبا خالد او كرم بعد هالديفنس الرائع على خالد. ترجع الطابة لبيروت لاحظوا السبين موف طلع يسجل بكل سهولة لاحظوا قد ايه ضايقوا بالدفاع من دون أي خطأ رغم إنه عليه ثلاث أخطاء. كرم مشرف قدر ينتبه لهالموضوع برافو يا كرم. ست نقاط الفارق الطابة اللبنانية. كرم مشرف كريس سكرين من هانت مارتينيز حيدر على الميد رينج شوت تعانى برافو استقتال كبير من ميغيل لكن طابي طابي ترجع لفريق العربي. هون على حصاد لكن شو صار هون بين كوتش باتريك وسعيد ونداي. نرجع للجيم ديلن عليه كرم بيطلع على البيز لاين بيسحط اللاعب الامريكي طابي تبقى مع فريق العربي بعد الفرق 6 نقاط دقيقتين و 38 ثانية يعني نهاية الكوارتر الثالث. فات على البيز لاين بايده اليمين هون ضربت باجره لهانت على اخر لحظة كب الطابة ليلي اكيد مدرب الفريق العربي عارف كثير منيح انه هالمباراة الفوز بهالمباراة كثير مهم له بجنبه يواجه هومنتمن او سالا في تيرن اوفر على الفريق القطري. نرجع بنشوف شو صار او بوشينج فاول واضحة هون من سعيد ونداي. كرم مشرف عم بيعمل شغل رائع جدا على ارض الملعب دفاعيا بيحصل على طابات كمان هون كمان دبل فاول دبل فاول وما خليه يستلم ما خليه يستلم لميغيل فودا. كريس لحظة شو صار هون دبل فاول بيحسب الحكم وسلة كمان جديدة ثلاث نقاط لكريس كروفورد 9 نقاط صار الفارق. ريباوند لحيدر برافو مقطوعة كرم 3-1 4-1 كريس بيعطي لهانت حلوة كثير للمرة الثانية بالجيم عم نشوفها بين كريس كروفورد وكايل هانت. لاحظوا قد ايه حلوة هاللعبة هانت استفيد التمريرة الرائعة عم حاله عم بيسدد كمان هون ضيع الدفاع تايم
اوت. 11 نقطة الفارق، عن جد لا يمل منها الطابة. أجواء الجيم مع الكوارتر الثالث الرائع جدا لنادي بيروت اللي كان متأخر 6 نقاط على الهاف تايم وهلأ متقدم ب 11 نقطة، يعني عامل جاب 17 نقطة الفريق اللبناني بهالكوارتر. كل هالشيء بأقل من 8 دقائق. شو هيدا يا جايل؟ شو عم بيصير؟ شو هالكامباك القوية لنادي بيروت اللي عم بيأكد فعلا انه احد اكبر المرشحين للفوز بلقب البطولة. جيم بعد جيم عم بيأكد هالشيء الفريق اللبناني. فودا لاحظوا ستيلز 8 ب4. هذا عدد التنوبس كنا عم نحكي عنه اللي اكثر عم بيكون عند فريق بيروت من الفريق العربي، وواضح بعملية سرق الكرة او بستيل. خطأ هون على ديلن. تسديدتين للاعب الامريكي. رجع بنقول قدام مهمة هالمباراة لتحديد هوية متصدر المجموعة ليه؟ ليتجنب أي فريق مواجهة رسالة أو مومنتم بالدور ربع النهائي. خاصة يعني بيروت ممكن حتى يكون ثالث بالمجموعة مش بس ثاني إذا خسر بفارق أكثر من 10 نقاط. على كل حال نحكي بآخر كوارتر بالحسابات بنرجع. حيدر كرم السلة على البيس لاين، حلوة كثير يا كرم. كرم مشرف مان اوف ذا جيم. معه ثلاث أخطاء وعم بيلعب دفاعيا بشكل رائع وهجوميا بشكل رائع كمان كرم مشرف. فودا عمر على الميد رينج لحاله مرتاح ما بيسجل. برافو. ريباوند لحيدر سريع على ميغيل. 11 نقطة الفارق. كريس هانت بيطلب الطابة. بيلعب على عمر. شو في؟ في خطأ. في خطأ من عمر سنك. اللاعب رقم 14. الفريق القطري. هذا خطأه الثالث. خطأه الثالث لعمر سنك. حطه بوضع محرج نوعا ما. للاعب الارتكاز. رقم 14. رالف يرجع على الملعب. رالف عقل. كريس علي تسديده سريعه من حيدر. سريعه كثير تسديدتك يا علي. بعد في كان 10 ثانيه للشوت كلوك. على كل حال قلب الدقيقه لنهايه الكوارتر الثالث. فرق 11 ستيل. برافو. ترن اوفر على الفريق القطري. مره ستيل لبناني. كريس على ثلاث نقاط ما بينجح. سكند تشانس كمان. برافو كريس كرافورد. علي حيدر بايده الشمال بيطلع بكل قوه. بكل قوه علي حيدر. نقطتين جديد والفرق 13. 30 ثانية على نهاية الكوارتر الثالث. الفاول لا تابع توصل لعمر بكل سهولة. توصل لعمر بكل سهولة. حيدر صار معه برصيده 8 نقاط بهالجيم. آخر هجمة لبنانية. يلا يا شباب بدنا سلة نرتاح أكثر بالكوارتر الرابع. كريس خمس ثواني. ميد رينج شوت لكريس كرافورد بيسجل. اخر محاوله ما راح ينجح الفريق القطري انه يسجل. اذا 66 55 تقدم بيروت. مثل ما قلنا عمل فارق 17 نقطه بهالكوارتر لانه كان متاخر بسته ومتقدم هلا ب 11 الفريق اللبناني. وقف لوقت قليل وبنرجع لمتابعه اخر 10 دقائق.
Because they are not focusing with changing defense, let's go for a man-to-man. Hey, jouer en direct avec le mismatch. Jouer en direct. Donc, Tala fait la passe, par exemple, pour se jouer en direct. Found someone. Com o trabalho de pick and roll, sua ao corner. Move in the corner, stay in the corner. Be ready for his pass. When he drives, vou reduir no terrain. Okay, and be ready for the shot. Six spacing. Dez minutos. Let's do whatever you can. Let's go. Let's fight till the end. نرجع لمتابعة الكوارتر الرابع والأخير من هالمباراة. كوتش باتريك أكيد تعليماته كانت ممتازة جدا على الهاف تايم. عودة قوية كثير لفريق بيروت بالكوارتر الثالث. إن شاء الله تبقى العودة مستمرة بالكوارتر الرابع. يفوز الفريق اللبناني يكون انتصاره الرابع من دون أي خسارة، يأكد جدارته لصدارة المجموعة. خالد عبدي دبل تيم يسلم عمر كمان. جود ديفنس يا شباب، جود ديفنس يا شباب. رالف حيدر دخول كمان روبرت بوتاغر بهالوقت. في فاول، مش فاول من روبرت. لا يا روبرت حرام التورن اوفر. طلع يعمل سكرين روبير ومس فات فيه لديل. نطلب خبير في حادث صار بالملعب. خالد عمر حلو كتير تسلم، حلو كتير رح تسلم. فضي كليا لعمر فرانكي. هيدا ريليشن بين لاعبي الارتكاز كتير كتير مهمة، يعني خاصة طنجي وعمر سك شفناها كتير بهالبطولة، تفاهم واضح بيناتهم عم بيكون. يلا كريس حلوة كتير لقرب رح تسلى. ضل معنا، بتضل مع لبنان. الفريق 11، لاحظوا الاوفنسيف ريباوندز لصالح الفريق اللبناني بهالمباراة 20-15. عاصي جون تيدي صعب كتير يا جون. وين يا جون؟ لوين يا جون؟ ستة وستين سبعة وخمسين، تسع نقاط. وكمان طلع صنع العاب الفريق البديل لفودو حاليا. خالد دغم الديفنس، دغم الديفنس. خالد عبدي 19 نقطة للاعب القطري، ست نقاط بقلص الفارق. العقل عم يرجع سريعا هون اكيد. كايل هانت على ارض الملعب، ما في مزح بقى. بس اذا بنتبه خمس ثواني بعد يسجل ليسدد فريق بيروت. ثانية وحدة، تسديدة كثير صعبة من كريس ما بتنجح. طالع الريباوند. انتبهوا يا شباب. تونجي يدخل على السلة. في فاول، في فاول. فاول مين؟ فاول تاني على اللاعب رقم 11، هو اكيد علي حيدر. عم تشوفه بيرجع بجسمه علي، كان عم بيطلع على السله هون تونجي. وعودة كايل هانت بدل عن روبرت بوتاغر سريعا على ارض الملعب. تونجي عم بيسجل نقطته ال 14 مع اربع ريباوندز واسيست، والفارق عم بيتقلص بعد ما كان 11 صار 5، ممكن كثير يصير 4.
بعد في 8 دقائق لنهاية هالمباراة. ضروري عودة التركيز يا شباب. كريس استلم سكرين من هانت. صعب كثير التمريرة بتوصل للحيدر، بيسدد هو عن ثلاث نقاط، حيدر بيسجل علي حيدر. لحيدر عم بيسجل 11 نقطة للحيدر. ولا تسديدتك صعبة كثير كانت يعني. برافو. بيجي على الفارق سبع نقاط. خالد عبدي مرتاح، بس يكون مرتاح خالد عبدي عادة بيسجل، بس هالمرة ما سجل. لحسن حظنا. ريباوند. حيدر بيستلم مرة جديدة، العقل. هانت عم بيطلب طابة على اللو بوست. في فاول. في فاول، في فاول. في فاول من كمان اللاعب رقم 14، أربع أخطاء على عمر سيك. كثير مهمة لمصلحة فريق بيروت. عم بيدخل، عم يخرج سريعا عمر. اللاعب رقم 14 عم يدخل بدل منه اللاعب رقم 5 سيدون داي. لاحظوا الخطأ هون، كان عم يستلم هانت. ايدي واضح مضايقة على اللاعب الأمريكي. يلا كثير منيح رالف. حيدر كمان للمرة الثانية على التوالي. لا مش معقول شو عم يعمل علي حيدر. ثلاثيتين ورا بعضهم 14 نقطة صار رصيده. علي 10 نقاط رجع كبر الفارق. برافو لبيروت. كيد تحت السلة عمل الفيك سيدو، بيحصل على خطأ من الحيدر. خطأه الثالث، خطأه الثالث لعلي. دغري بيرجع عمر سيك على ارض الملعب، بيقول للكوتش بقدر العب رغم اخطائي الاربعه. بيعرف كثير منيح مدرب فريق العربي قد ايه مهم عمر تحت السله، ما بيقدر يستغني عنه حتى لو معه اربع اخطاء. بس رغم ذلك فينا نستفيد، يعني فيها ايجابيات. عودته ل عودته لعمر الى ارض الملعب. في بيلعب هانت عليه هلا بكل اريحيه، لانه عارفه انه اقل لمسه اقل فاول بيطلع بالاقطاع الخمسه، فلازم يستفيد من العمليه اكيد هون فريق بيروت. ثاني كمان فري ثرو ما بتنجح لسيدون داي. الفارق بيبقى 10 نقاط، 6 دقائق 40 ثانية على نهاية الجيم. كرم، كرم عم بيعمل شغل ممتاز ممتاز بهالمباراة. ميد رينج شوت كروفورد حلوة كثير. الفارق 12. ويس صار رصيده 23 نقطة، صار سريعا أفضل مسجل بالمباراة. عبدي لديلن كل مقطوعة بديلن. برافو، جود ديفنس من كرم مع الطابة حاليا. علي لرالف بسكرين هون رالف من هانت. علي حيدر بيدخل على السلة حلوة كثير يا علي يا كينج. كينج علي حيدر 16 نقطة ما بيتهدى. درايف على السلة ولا أحلى من علي حيدر. وقبل شفنا تسديدتين عن 3 بوينتس اللاعب اللبناني نجم منتخب لبنان وفريق بيروت المنضم حديثا بنذكر لنادي بيروت قادما من نادي الرياضي. وكرم بيطلع لا يرتاح معه أربعة فاولز. كرم مشرف لاعب رقم 10 بيدخل بدلا منه ميغيل مارتينيز. ديلن سريعا لطالع. ديلن من جديد دبل تيم. جود ديفنس، جود ديفنس بالفريق اللبناني. طالع تسديده صعبه ما راح يسجلها. ريباوند يا شباب. برافو ميغيل رالف. حلوه كثير لكريس. حلوه كثير، حلوه كثير. اسيست رائع كمان تفاهم مره جديده بين كريس كروفورد وكايل هانت. بيصفر عن هالاستعراض الرائع. سلامات هون في صعبة صغيرة لعلي حيدر. بعد بجلس بقول له أنا كثير منيح. برجع بشوف هون إيه بدها تحكي
بدها تحكي. حلو كثير فتح ايده طلع كايل هانت. فارق صار 16 نقطة. 5 دقائق و20 ثانية. متأكد خليل نصار من سلامة علي حيدر اللي دخل بدلا منه روبيرتو داغر، بس أكيد رح يرجع علي عرض الملعب. ستيل 6-8 بعدها لمصلحة فريق العربي. تالا خالد عنا 3 نقاط ما بينجح. ريباوند لهانت. كريس كمان كريس كرافورد بيدخل على السلة ما بينجح. ديانا بإيده اليمين طلع من الشمال. لو سجلها هيدي كان تقريبا عم يقضي على المباراة. بس هون وين جيت؟ من وين خلقت يا اليوني؟ بعدك فايت حامي. 13 نقطة رجع الفارق. ثلاثية للاعب رقم 10 نداوي أو اليوني نداوي. اسم غريب. رالف كريس على 3 نقاط. كريس ديانا كانت جلسة. ريباوند لا تالا طلع لعب رقم 2 سيدو كمان داوي تالا هالمرة هو بيسدد عن 3 نقاط ما بينجح. لحسن حظنا ريباوند كان مرتاح اللاعب رقم 2 هون رالف. لازم نروق شوي رالف اذا بنضيع وقت لمصلحتنا. 4 دقائق بعد في 13 نقطة الفارق. ما نستعجل في وقت رالف يدخل حصل على الفاول. برافو رالف عقل بقلبي كثير قوي بيعرف قد ايه في سايز عند لاعبي فريق العربي تحت السلة. ورغم ذلك دخل وحصل على الخطأ. برافو يا رالف. تبديل مع عودة جون عاصي لأرض الملعب بدلا من كريس. طلع شوي يرتاح كريس كرافورد. لعب رقم 3 افضل مسجل الجيم مع 23 نقطة. 17 نقطة ل كمان هانت. كاين هانت هون مش لاحظوا خطأ. قاسي كان سيدو داي. يلا رالف بدنا 2 6 نقط 2 ريباوندز و3 اسيست لهلا لرالف عقل. تعال يا رالف بس وحده من الثانيه يا رالف. كانت جديده رالف عقل. برافو وعودة روني فهد بالوقت المناسب. ماني تايم بدها خبره بدها روني فهد. الفريق 14 3 دقائق و52 ثانيه تحديدا لنهايه المباراه. لهلا بيروت بصداره المجموعه، الاتحاد الاسكندري بالمركز الثاني والعربي القطري بالمركز الثالث. يعني العربي القطري مبدئيا بيلعب مع هومنتمن. اللبناني بالدور الربع النهائي بكره. خالد بيدخل على السله. بقى جود ديفنس. كمان خليكم هيك يا شباب. في خطا في ووكينج قبل. خطا على روبير. خطا على روبير بوداغر. خطا الثاني. لعب الارتكاز اللبناني رقم 14. رجع نشوف شو اللي صار. سلام ريباوند هون سيدو. ووكينج يا خيي. سجل سيدو داير رقم 5 بيفتح رصيده بالجيم. هو بس 4 ريباوند واول نقطه له. ضربه جديده ريباوند يا شباب. برافو روبير. روني تبعهم اللي بريشر تبعهم اللي بريس. تبعهم اللي بريس يا شباب. مقطوعه من ديلن كمان. ليلى من جديد بياخذ قوة جديدة على 3 نقاط ما بينجح. ايربول خالد تحت السلة لانداي كمان ما بينجح. برافو جود ديفنس. تبهم من اوكي قطعت الطابة. كنا عم نقول تبهم من البريس. ميغيل ما بعرف ليه كوفر لازم يرجع على الملعب. كريس روني عنا 3 نقاط. الفهد دعانا يا روني
اقل من 3 دقائق نهايه المباراه. فرق 13 بعد ما في شيء بالجيم. انتبه بالديفنس. تعالى فاول على رامي فهد. فاول على رامي فهد. علي حيدر برا وكريس كروفورد برا بيرتاحوا ليرجعوا للمباراه. بس برايي ما في مسح بقى، لازم نرجع نشوفهم سريعا على عرض الملعب. المباراه بعد ما فيها شيء، 13 نقطه بالباسكت مع فريق خطير مثل فريق العربي مانا شيء ابدا. فريق العربي يعني خاصه هجوميا اسلحه كثير مهمه عنده اياها مع خالد مع ديلن مع كمان بقيه اللاعبين. انتبه يا روبير، انتبه يا روبير، مش انت بتطلع الطابه. فرقوني للعاصي، برافو. الوقت اهم للسله، الوقت اهم للسله. جون برافو. دقيقتين ونص على نهايه الجيم. مارتينيز ميد رينج شوت لميغيل ديانا. يا شباب بدنا نسجل سله بس نرتاح نرجع شوي. في خطا هون، في خطا على مين؟ على ديلن. وعودة اللاعب رقم 25 خالد عبد الباسط. طابة بتضل لبنانية كمان، خلينا نضيع وقت. روني يستلم. جون. روني بده ياخذ وقت تسديدة. بيدخل على السلة الفهد. حلوة كثير لروبير. بيسجل روبير مداغر. سلة مهمة كثير. سلة مهمة كثير للفريق اللبناني. 13 نقطة فرق. أقل من دقيقتين على نهاية الجيم. سعيد هونداي تحت السلة لعبد الباسط ما بينجح. ريباوند. برافو. كنترول. كنترول للفريق اللبناني بهالوقت. كثير منيح. الوقت كثير مهم. ما في تسرع لميغيل. روني لحاله مرتاح على ثلاث نقاط. بيسجل كمان مرة. الفهد محاولة ستيل. برافو. حلوة كثير يا ميغيل. سرقة سرقة من ديلن. روني ما بدنا نشوف. كروفورد هالمرة بيتقدم تمريرته لمارتينيز وبيستعرض مرة جديدة. 15 نقطة الفرق. وسلة جديدة ل هانت. لحظوا برا الاسيست. مارتينيز الدانك الرائع. اليوب لثالث مرة بالجيم أو لرابع مرة حتى عم تشوفها لكايل هانت لاعب 22 سنة 17 نقطة. دقيقة 15 ثانية. نادي بيروت عم بيأكد صدارته للمجموعة الأولى، يعني راح يلعب مبدئيا مع فريق الفتح السعودي بالدور ربع النهائي بكره. بس اكيد بنقول ما في فريق هين بالبطوله. ميغيل لروني. برافو يا شباب. مباراة كبيرة كمان جديدة لفريق بيروت بهالبطولة. هون دعانا تمريرة بسيطة 50 ثانية فرق 15. ودخول اللاعب الناشئ جاد عبد المسيح. لاعب رقم 15 بدلا من ميغيل مارتينيز. برافو لميغيل. صحيح سجل فقط خمس نقاط بهالجيم ميغيل بس قام بدور ممتاز دفاعيا ومن حيث التمريرات. ديلن على ثلاث نقاط. هاي سجل هون لاعب رقم 10. السفير الفارق ل 12. نص دقيقة لنهاية المباراة. روني فهد لروبير. جون. روني روبير هو بيسدد على ثلاثية المباراة. روبير 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 ما بينجح. آخر ثواني الجيم. ألف مبروك لفريق بيروت اللبناني بيأكد صدارته للمجموعة الأولى. أكيد فير بلاي بالنهاية. ألف مبروك إذا 83-71 نتيجة نهائية لهالمباراة. بيروت بالمركز الأول، الاتحاد الإسكندري بالمركز الثاني، العربي القطري بالمركز الثالث لهلا، والنصر بالمركز الرابع. الفرق الأربعة عم تتأهل إلى دور ربع النهائي
بمنافسات المجموعه الاولى لبطوله الانديه العربيه. اكيد الموعد بعد ما خلص معنا لليوم توني برود رح يكون معكم بمباراه نادي هومنتمن مع كندا، شباب كندا الفلسطيني. كمان هومنتمن بده يؤكد مركزه الثاني بالمجموعه الثانيه خلف فريق سلا المغربي وفريق بطل العرب. مركز ثاني كمان ممتاز جدا للفريق اللبناني بالمجموعه الثانيه. ننتقل سريعا لجايال لاجراء المقابلات. Congratulations, Chris. You did a great job tonight, not only in scoring, but also in playmaking your team and creating plays for your teammates. What do you think about your team's performance tonight? We got down early tonight, but we stayed together as a team and we got it done. We look good together out there. We love playing with each other. Thank you and good luck. You're welcome. Thank you. ألف مبروك إذن لفريق بيروت. ألف مبروك لفريق بيروت اللبناني. أربع مباريات، أربع انتصارات، ما في أي خسارة لبيروت، بكل جدارة واستحقاق، ما دخل بعملية النقاط، يعني كنا عم نقول إنه إذا كان خسر فريق بيروت بفريق أقل من خمس نقاط بضل بالصدارة، أو إذا خسر بعشر نقاط بصير ثالث أو 17 كمان بيخسر المركز الثاني حتى بهالمجموعة، ما فتنا أبداً بالحسابات، بكل جدارة، الفريق اللبناني كان عم بفوز، عم بأكد زعامته للمجموعة الأولى، الاتحاد السكندري الثاني والعرب القطري بالمركز الثالث، يعني العرب القطري رح يكون عنده مباراة قوية كثير مبدئياً مع صاحب المركز الثاني بالمجموعه الثانيه اللي هو فريق هومنتمن. كمان مقابله جديده غيال مع ديلن نجم الفريق العربي. Hard luck for tonight's game. What do you want to tell us? What's your weak point? I don't think we rotated enough on defense. This is a really good team that can shoot really well. And tonight they did that better than we can rotate. So we just got to get back in the lab and work on our defense. And that's all I really can say. Good luck in the upcoming game. ديلان كمان اللي كان عنده 13 نقطة بهالجيم. ديال بعد في مقابلة. تفضل العم. طريقتهم نقلنا لهالمباراة. في عنا مقابلة كمان قبل مع رالف. برافو رالف. ألف مبروك. مباراة كبيرة اليوم. فوز كثير مهم. أكدته مركز أول ما فتوا بالحسابات. أربع انتصارات أربع مباريات. رح تلعبوا مع نادي الفتح السعودي مبدئيا بالدور الربع النهائي. كيف شفت هالمباراه الصعبه كمان مع فريق العربي اليوم؟ ليك المباراه بلشنا بطيء وهن حطوا كثير صح. ما بعرف اذا نحن هلا بدنا نحضر الجيم، ما بعرف اذا نحن كنا سوفت اما هن توفقوا كثير. نسبه تسجيلهم كانت حوالي 60%. صح، يعني الاثنين بتصور نحن كنا سوفت شوي من هيك هن حطوا هالقد. سو بنحط علينا بنجرب انه هلا للجيم الجاي ما نبلش هيك ولمتوش الكل هلا البقيه لازم ما في مزح. لو كورت الفاينل معقول الفريق اضعف بس الغلطه بتقتل يعني هلا نوك اوت ستيج خروج المكتوب اي خساره بتصير برات البطوله. بس فعلا عم تاكدوا انكم فريق جاهز ينافس على لقب البطوله. رالف عم تاكدوا برجع بقول لك انه فريق جاهز ينافس على لقب البطوله وليش لا يكون ربحانين اللقب بالنهايه بيستاهلوا. منا بعيده بس خلينا نشتغل يعني جيم باي جيم وهيك لانه حرام دا. اذا بنفكر بكار فينال وهيك يعني كل مباراه مباراه. شكرا رالف. الف مبروك. لهون وصل لختام نقلنا المباشر ايضا من مجمع الشياح بس اكيد موعد رح يرجع يتجدد بعد وقت قليل حوالي الربع ساعه من هلا مع المباراه الثانيه اللبنانيه هومنتمن اللبناني رح يواجه شباب كندا الفلسطيني بالمجموعه الثانيه. اطيب تمنيات وبنلاقيكم مع توني بارود بالمباراه الثانيه.